حالة انهيار كبيرة بتحصل الاقتصاد الإسرائيلي وخسائر فادحة بتتعرض ليها البنوك نتيجة الحرب على قطاع غزة، وحصل بالفعل انخفاض لمؤشر البنوك في بورصة تل أبيب بنسبة بتتجاوز 20%. عايزين نعرف مزيد من التفاصيل عن الأثار السلبية للاقتصاد الإسرائيلي بسبب العدوان على غزة. معنا على التليفون دكتور عيد عبد الهادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. يا اهلا بيك. في البدايه، كيف تاثر الاقتصاد الاسرائيلي بسبب العدوان على قطاع غزه؟ مظبوط. خليني اقول لحضرتك اولا ان الاقتصاد الاسرائيلي الفتره اللي فاتت بيعاني من ازمه ممتده قبل الحرب على غزه. الازمه دي ظهرت في عده عوامل، منها انخفاض الناتج المحلي الاجمالي، كمان انخفاض قيمه الشيكل لادنى مستوياته في اخر 3 سنوات. السوق الأسهم الإسرائيلي فقد حوالي 10% من قيمته، ليصبح بالتالي أحد أسوأ الأسواق أداء هذا العام. أيضا إسرائيل تعاني من أزمة كبيرة في التضخم، وصلت لحوالي 4.1% في شهر أغسطس الماضي. الأمر ازداد سوء مع بداية الحرب مع غزة. إسرائيل قامت باستدعاء حوالي 360 ألف من جنود الاحتياط، وده أثر بشكل كبير جدا على العملية الاقتصادية في إسرائيل، لأن هؤلاء الجنود أثناء عملية السلم بيعملوا في وظائف مدنية، وبالتالي هو أثر بشكل مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي. إسرائيل بتعتمد بشكل أساسي على قطاع التكنولوجيا. هذا القطاع بدأ في الانهيار ما بعد الحرب مع المقاومة الفلسطينية. القطاع ده بيمثل حوالي 14% من الوظائف في إسرائيل، وحوالي 5 الناتج المحلي الإسرائيلي. كمان إسرائيل كانت بتعتمد بشكل كبير ومباشر على قطاع السياحة، القطاع اللي بيشكل حوالي 3.6% من إجمالي القوى العاملة في إسرائيل. كل العوامل دي أدت إلى تأثر كبير وبشكل واضح في الاقتصاد الإسرائيلي، أدى إلى بداية انهيار في الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كامل. طيب، أفهم من كلام حضرتك أن كان هناك مشكلة اقتصادية أصلا من قبل الحرب، والحرب هي اللي تسببت في الانهيار الكامل أو السقوط الشديد للاقتصاد زي ما احنا بنشوف كده. ده صحيح. إسرائيل أصلا بتعاني من صراعات داخلية من فترة كبيرة، بتعاني من أزمة ثقة داخلية جوه الكيان الإسرائيلي بشكل عام. من ضمن هذه الأسباب هو المشاكل الاقتصادية اللي بتواجه حكومة تل أبيب. خليني أقول لحضرتك برضو أن قياس تأثير الحرب ده بشكل كامل مش هيبقى بالشكل المضمون الشامل حاليا، لأن احنا محتاجين نعرف مدى حجم هذه الحرب ومدتها، وبالتالي هنقيس مدى تأثير الاقتصاد الإسرائيلي ومدى سلبيات هذه الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي. هل ده واحد من الأسلحة اللي تقدر تعتمد عليها المقاومة الفلسطينية، انه يعني مش هتقدر الكيان الإسرائيلي المحتل ان هو يستمر في هذا الموضوع اكتر من كده، لانه ده هيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد اللي هو بالفعل عنده مشاكل فيه؟ صحيح، ده جزء كبير معول عليه، لان احنا رايحين لجزء اخر في الاقتصاد الاسرائيلي هو عجز الموازنه. اسرائيل هتخصص جانب كبير جدا من الموازنه بتاعتها للحرب، الاقتصاد هيتحول لاقتصاد حرب، هيؤدي الامر الى حدوث عجز في الموازنه. قد يحدث بعض التدعيمات مثلا على سبيل المثال من الولايات المتحدة الأمريكية، ده الأداء المعتاد منهم، وده بيحصل دلوقتي يا دكتور عيد، وده كان السؤال اللي عايز أسأل حضرتك عنه. دلوقتي الولايات المتحدة الأمريكية بتدعم قوات الاحتلال بملايين الدولارات بشكل شبه يومي، هل هذا ممكن أنه يعوضها عن الخسائر بالفعل اللي حصلت خلال فترة الحرب؟ كلام حضرتك صحيح جدا، هو حصل بالفعل دعم من الاتحاد أو من الولايات المتحدة الأمريكية للكيان الإسرائيلي لصندوق الحرب في إسرائيل، ضخ حوالي 13 مليار دولار، لكن عايز اقول لحضرتك ان حجم الخسائر كبير جدا، وامتداد الحرب وقوتها هيؤثر بشكل اكبر في الفتره القادمه. فهل امريكا هتكون على هذا القدر من استكمال هذه المعونات بهذا الشكل؟ لان الحرب وحدتها بتدي خسائر اكبر على المدى البعيد، فكلما زادت حده الحرب وكلما زاد التوقيت كلما زاد الخسائر التي تتكبدها إسرائيل. بقول لحضرتك حوالي 360 ألف جندي من الاحتياط، هو وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت
هو الاستدعاء الأكبر في تاريخ إسرائيل في هذه الحالة، او فبالتالي الأمر يستلزم جهود أكبر من كده. إسرائيل تخسر يوميا حوالي مليار شيكل، وبالتالي أمريكا هتحاول تروح ل يعني حلول أكتر من كده بسبب دعمها المتواصل للحكومة الإسرائيلية في حربها ضد الفصائل الفلسطينية وضد المقاومة الفلسطينية، وهو ما يؤثر بالتبعية كمان على الموازنة داخل الولايات المتحدة الأمريكية. كل الشكر ليك دكتور عيد عبد الهادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، شكرا جزيلا.